السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اولا صباح الخير والله اخوتي، لا ما عرفش نقول لكم من غادي نمشي عليكم العقل مشى ليا. كنت مع الصديق ديالي محمد، مشينا داك سوق الليل اللي مشيت البارح انا وياسين فاش خرج من المطار، كنت من المطار فاش خرج من السبيطار، وكان قال لي يجيب لي الطوبيس باش نمشي نتقدى داك شبرينتا ترانسبورتا، حيت هو كان فرش الصورة اللي في المدينة. صافي خليت الطوموبيل فضل الصورة ديالي وديت داك ترانسبورتا، مشيت عندهم تما دزنا الخوت. ومهم تقديت شي حوايج من تما، تقديت الماء وتقديت واحد العصير ديال المانجو. خلصت الخوت ودابا كنقلب على التصدام ديالي ما لقيتوش. عيطت للصديق ديالي عطاني النمره ديال داك اللي تقديت عليه، حتى انا متاكد انا جبت التصدام غير عنده اخوت. وعيطت له قلت له التصدام ديالي، ما بغيتش نقول له واش نسيت التصدام تما. خوت ما خصكش تقول واش نسيت التصدام ولا شوف واش لقيت التصدام ديالي، لا تقد تقول له ديك واش لقيت التصدام ديالي، يعني قد يقول لك ما لقيتوش. انا قلت له راني حطيت التصدام فوق البيرو ديالك هكا ديريكت. كي قلت له هكا قال لي ايه عندك الحق راك نسيتو هنايا. دابا واش نقلع الطوموبيل دابا وصلت الدار وفيا النعاس الخوت وباغي غدا نمشي للاصا نتريني مع الوحده، لا باغي نمشي مع الوحده والزوج عندي واحد الغرض مهم. دابا السؤال ديالي واش دابا نولي حتى لتما؟ الخوت فرانكفورت كبيره بحال كازا تقريبا، دابا باش نمشي حتى لتما الخوت نمشي ونجي عندي قرب 45 كيلومتر، يعني 22 كيلومتر نمشي ولا 25 كيلومتر نمشي، 25 كيلومتر نمشي، 50 كيلومتر. أنا فيا العيا صراحة الواحد يقولها. أي والله ما عرفت. أنا قلتها له قلت له المهم إلا راه في الأمان خليها عندك حتى الغدا نجيو، حيت محمد قال لي بلا ما تعذب تمشي حيت تقدينا بزاف والمناضة والماء ما عندناش البلاص، يعني ما كانش البلاص فين غادي نديرو في الطوبيس. قال لي محمد حنا غدا غادي نوليو فيها غادي نوليو صافي راه في الامان، التصدام ديالك في الامان. قلت له اوكي. ما فيش الفلوس بزاف الخوت، انا اللي يهمني وهو يهمني البيرمي ديالي وكارت سيجور ديالي ولا كارت ديال الطبيب ديال لاسورانس شنو اخر عندي فيه ليكارت بزاف الخوت، ما عرفتش شي 7 د ليكارت، فيه لاكارت ناسيونال ديال المغرب، فيه البيرمي ديال المغرب. المهم الخوت والله ما عرفت، محمد قال لي بلا ما تعذب هادشي حتى تما عاد تصدم تجيبو السيد. صافي قال لك راه تما، وانا قلتها له قلت له راه فيه شي 70 دولار غير حلو الدنيا، انا راني عارف حلو. قال لي نحلو، قلت له غير حلو. قال لي ايه فيه 70. قلت له لي كارتها وشنو فيها؟ قال لي كلشي كاين هنا وصافي، مادام حيت هذا كيتقدى عليه محمد الخوت، مادام صافي راه تما الخوت وقيلا نمشي للدار نحاول نعس. والله نحاول نعس الخوت، تلفت ليا والله، وقيلا نمشي للدار نعس الخوت، نمشي نتريني حتى الغدا مع ديك 12:30. قال لي محمد نمشيو تما، صافي هادشي اللي كاين. والله ما عرفت، قلت لكم اخوت ما بقيتش نعقل والله. في واحد الطبيعه عندي البورتال ديال الخوت كنهزو في اليد، عندي التصدام كي كان نمشي نخلص شي حاجه كنحطو بحال البارح. واش شريت يا ربي؟ لو البارح فاش كنت مع ياسين شرينا طباق المعسل، انا خلصت حطيت له التصدام والمعسل وجيت خارج. هو عيط لي قال لي راك نسيت التصدام والمعسل.
والله اخوتي الى العقل ولاتي ما عرفتوش، ما عرفتش باش، والله اعلم. حنا بقينا كل كسميتو شي مباركي عليه حسن، حنا بقينا كل كيقول لك باش الواحد يبقى ينسى ياكل الزبيب. والله الخوت عندي واحد زوج بنين في الفريقو، كل مرة نقول ندير واحد الطاجين بالبصلة والزبيب نعيط لياسين ناكلو نجلسو غير في الدار نمشيو للبالكون نتعشاو تما، ومن بعد نديرو واحد الشيشة تما ونريحو. دابا ياسين يقول لي دير دير، بصح انا نقول له غدا لا، بغد غدا لا، موراها لا، ما عنديش الوقت. دابا الخوت والله ما عرفت، عندي الحوت تما الهبرة ما عرفت نجبدها نديرها غدا، الله اعلم والله ما عرفت. يكون الخير ان شاء الله. انا والله ماشي اخوت كي يتحط الصدام ولا، والله ما على الفلوس الى غير هذوك الورق، تعرف غير باش تقبض الرانديفو تمشي عند صحاب الفيزات، خصك تقبض الرانديفو بالانترنت وشوف فوقاش عطاولك. موراها هو سنت القنصلية على كارت ناسيونال، مو القنصلية روح نتعاود على البيرمي، يعني يتهم على الكحلة وخصك تجيب واحد الانتصايقة من عند البوليس بان ما طاحولك وكدا. بحال واحد النهار كنت في هولندا عند اختي طاح، ماشي انا البيرمي جايب لي بيرمي الخوت والله، اللي جايب لي بيرمي من هولندا حتى البركان، من هولندا حتى حتى البركان حتى لفرانكفورت، والله اللي جايب لي بيرمي حتى بقيت نقلب ما لقيتوش، مشيت عند البوليس درت انتصايقة قلت له ما البيرمي طاح ليا، المهم بغيت نعلم لكم وصافي. وجا لي الخبر بانما لقاو تحت الوسادة وصفطتو لي. ما يما العيا الخوت العيا، وهاد الكتف اللي تيقرحني هنا ما عرفتش علاش هنا. ياسين عيط لي قبيلة انيس قال لي خصك توصلني فين يا ربي، باغي يمشي لمانهايم. كان قال لي عطيلي الطوموبيل ديالك. شوف خوت انا نقول لكم واحد الحاجة، الطوموبيل ديالي انا ما نعطيها حتى لشي واحد، ونقولها لبنادم في الوجه، انا راه ديما ما نكذبش، يعني واحد تقولها له في الوجه حسن ما تقول له واه غدا بغدا غدا غدا بغدا غدا. الطوموبيل ديالي ما نعطيهاش الخوت صافي. الطوموبيل هي كما قال لك واحد الالماني واحد النهار ما عرف شكون اللي قال له عطيلي الطوموبيل، قال له الا عطيت لك الطوموبيل بحال اللي عطيت لك المراه ديالي. جيت تفكر يعني بالتفكير ديالنا شي شويه خايبه، بصح الالمان كي كيفكر وكان شي تفكر يعني بحال اللي عنده الحق هو في واحد الحاجه. علاش دابا ها الطوموبيل سوقها انا، سوقها هذا، سوقها هذا، سوقها هذا، وكل واحد في السوق ديالو القوت، يعني ماشي غير على يد وحده، يعني حاشاكم بحال شي قا، تسمحوا لي على هاد الهضره. نوصلك فين بغيت مي الطوموبيل ما نعطيهاش انا الخوت. انا الطوموبيل كي كانت مع الزوجه ديالي نسوقها انا وتسوقها هي صافي، ما نقدش نعطيها لشي واحد الخوت. هاك عطيتها له ومشى يدير بها قصيده الله يستر، ولا يتقاس ولا كذا، واش غادي يخسر عليك؟ سمح لي، وانت غادي تدفع لاسورانس صافي، لاسورانس غادي يتكلف لك داكشي. انا ما بغيتش لا لاسورانس، ما بغيت لا فلوس، ما بغيت حتى واحد يقيسني ولا نقيس شي واحد الخوت والله. داكشي علاش انا الطوموبيل ديالي خوت ما نعطيها حتى لشي واحد. الزوجة اوكي، شي واحد اخر الا ما نعطيها حتى لشي واحد. شنو بغيت نقول لكم، هو كان قال لي غتوصلني لكسميتو زيغن اخوت. زيغن هي واحد المدينة كتبع انافي، يعني من واحد ديزلدورف كل توش بنيتك. مشي نضرب ميو شحال من الزيغن، عندك 180 كيلومتر تمشي، 180 كيلومتر نولي
وندير لك المازوت، ماشي عند المازوت لا، انا علاش انا اصلا الا غادي نمشي لواحد البلاصه خصني نمشي نكون يعني عندي شي غرض تما، نبات تما، ولا ماشي نتايا نحطك تما تقضي غرضك وانا نولي، ولا نتسني عليك، ولا قال لي نخلص لك الاوتيل. ايوا هي حلا ما عندنا ما يدير الخوت. قلت له لا، بحال دابا انا باغي نمشي نقصر، بغيت نمشي لبلجيكا الخوت، نقول لكم الصراحه باغي نمشي نقصر في بلجيكا. قلت له يلاه نمشيو نقصرو ونباتو في الاوتيل. قلت له انا الطوموبيل ديالي المازوت ديالي نتايا الماكله الشيشه الاوتيل صافي، تجي هي هذيك الخطره باش تمشي لبلجيكا وتولي عندك 200 اورو ديال المازوت. يعني انا كنقولها له، نقول له ما تضرني ما نضرك، يعني هكا احسن، ما نبغيش اخوت نتميل عليه وما نبغي عاود حتى شي واحد يتميل عليا، يعني نتقاسموا الصبر كما حنا كنقول. حاجه وحده اللي الواحد الا كان مزوج واش غادي يقول لمرتو انت خلصي هذه وانا نخلص هذه، هذيك لا. واني بحال الصحاب الاخوت الصحاب لا. باغي نمشيو نقصرو بحال واحد النهار مشينا انا هو ولد اختي او ولد خويا، خلصت 65 دولار، واني عاود المره الجايه فاش رجعنا ياسين خلص، عاود رجعنا انا خلصت، دروك راه النوب عاود في ياسين. يعني مشينا قصرنا في شي بلاصه خص ياسين يخلص، حيت ما نقدش اخوت انا غادي ندي صاحبي بالطوموبيل ديالي ونزيد نخلص عليه، شمن ربح عندي انا؟ الواحد يهضرنيش انا، يعني الواحد كيهضر لوجيك، يعني ماشي على حساب الفلوس ولا. انا قلت لكم الخوت انا ما نبغيش اللي يشمتني وما نبغيش نتشمت، والله ما نبغيش ثلاثه د الحوايج الخوت، ما نبغيش بنادم الكذاب، ما نبغيش بنادم الغدار، وما نبغيش بنادم اللي سمحنا نقولوا الشمت كيكويك. بحال واحد النهار في 2019 كنت خدام في لا سيكوريتي فريو، جا واحد المهم كان غادي قال لي سلف لي واحد 750 دولار شهر اردها لك. دابا خوت في 2019 2020 2021 2022 2023، حنا في 3 سنين خوتو شي حاجه. عيط نصبر له عيط نصبر له صافي، وانا نتهلا عليه. كان نسمع لكم شي اوديو يتدرتهم له البارح، سمعهم ياسين قال لي اني صغير محيهم، قلت له والله ما نمحيهم خلي ديمو يسمعهم. دابا بنادم كي كتكلم مع هاد الخوت بديك بيت، يعني ارجوك بيت اخويا، دابا واش انا فلوسي سلفتهم لك؟ فلوسي سلفتهم لك، ومين نبغي فلوسي خصني انا نبقى نرغب صاحبي بحال اللي كنطلبك في الاول بقيت عليها اخويا بلا ما جبت سميتو. اخويا الله يهديك راني محتاج هادي، عطيني هادي، عندي مشاكل، عندي طلاق، عندي هادي واه، اعطيني 4 ايام فاتت 4 ايام، اعطيني راس الشهر فاتت راس الشهر، اعطيني اوائل الشهر اوائل الشهر. انا نعيط له، عيط له الخوت، وانا نلقاه نلقاه قال لي انيس راني في المغرب، قال لي انيس راني في المغرب. قلت له فين؟ الحمد لله ما سبيتش. قال لها الوالده ماتت الله يرحمها. صافي قلت له المهم قطعت عليه، هو يعاود يعيط لي. قال لي واش قطعت؟ قلت له صافي قطعت. قال لي راه الفلوس عند ولدي، الشركه ديالي مات، الشركه هذه مات، هذه 3 ايام وانا نعيط له وهو ما يجاوبنيش، وانا نعاود نعيط له وما يجاوبنيش، وانا ندير له دوك جوج اوديوات والله نسمع له نسمعه من لكم مال الخوت. سوى لا بنادم ما فيهش النفس، لو كان بنادم فيه النفس يقول نجي نعطيه فلوس وندابز معاه. ما خليت فيش زعما، ما خليت غير اللي نسيت، يعني ماشي سبيته ولا، مي انا الخوت ما نبغيش اللي يشمتني. قلت لكم واحد الوقيته كنت مع الزوجه ديالي مشينا كلينا الحوت، قال لي 38 دولار، يعني ماشي اسلام، يعني الزوجه الاولى سميره، قال لي 38، فاش قال لي 38 عطيت له 40. انا واش كنت نتسنى؟ كنت نتسنى بدي ديك الزوج اور نقول له خدها تخنقلت، هو ما رضاليش، هو جزائري وانا الخوت متبقى فيا الشمته، يعني انت باغي تاكلني صحة انا هكا جالية. سنيت سنيت هي تقول لي يلاه نمشي، قلت لها لا ماشي على زوج اور،
لا انا على ما يبغيش اللي يحشيها لي. صافي عيط له قلت له شحال الحوت؟ قال لي 38. قلت له عطيتك 40. قال لي اه. قلت له خصك ترجع لي زوج ورا. هو نسيتها، هو عطاها للخوت وانا نعطيها لواحد الطلابة تسيقونا حداه. يعني غير بغيت نقول له بالنعمة انا ماشي بيا زوج اورو، انا ما بيش ما نبغيش الواحد يشمتني اخوت. انا راه حتى الفلوس انا راه ما نديرلهمش الحسابه، كي كطلع لي المعزه ديالي ما نعرفش كاع واش ندير. واحد النهار كنا عاود انا وديك اللي كنت مزوج بها كنا غادي نمشيو لتينيريفا الجزر، لا لتوركاي الجزر الكناريه، مشينا لهم في ليتافوخن، يعني كي كيقولوا لها بالعربيه في ليتافوخن شهر العسل. واحد النهار مشينا لكسميت وقطعت انا ومشينا للتركي. ممكن نبدا بزين، قلت لهم ربما نقطع نمشي اولاب وتعدل شويه راسها بدوك الصحابات وداك التخربيق، انا ما عنديش معاهم كنت عارف. مشينا تما، المهم وقعوا اغلاط بزاف تما، ما بغيتش الخوت ما بغيتش نجبد الحس، واحد الله يسهل عليه. مي قبل ما نمشيو وقع واحد النقاش بيناتنا، كنت داي معايا زوج ورقات 500 500، يعني لوطيل خالص، كلشي خالص، ماكلة خالصة، يعني ديك الألف أورو ديتها غي هكا، يعني الواحد اللي يبغي يشري شي حاجة. تناقشنا قلت له والله ما راني غادية هكا، وقلت له دي معاك اختك وسيري صافي، انا ما بغيتش المشاكل. كتقولها سكت هي ما تبغيش تسكت، شديت ديك الالف اورو يعني زوج ورقات، قالت سكتي ولا لا؟ لا سكتي ولا لا؟ لا قطع دين ما مليون قطعته. قلت لها دابا باش تعرفي بالنعمة انا ماشي على الفلوس الاخوت، ما كان نهضرش على الفلوس، انا نبغي غير لهنا الفلوس ديال ماتهم يمشيو ويجيو، ماشي حنا اللي ماشي حنا اللي نديرو، ماشي الفلوس اللي يديرونا، حنا اللي نديرو الفلوس. داكشي علاش الخوت انا كنبغي نتجنب شويه، كنبغي نتجنب شويه المشاكل، كنبغي نتهرب شويه بالمشاكل، كنبغي نتهرب شويه بالصداع. شي مره واخا لافوت ديال الطرف الثاني بحال اللي انا ندير لافوت فيا، يعني غير باش المشكل ما يزيدش كبر. وكل واحد اخو تعقليته وكل واحد كي كيفكر، انا ما غاديش يعني ما غاديش نظلم اي واحد، كل واحد كي كيفكر وكل واحد التفكير ديالو يقول لك انا اللي عندي الصح. داكشي علاش ما نبغيش نجبد هذا المشكل ديال الزواج، طلاق طلاق زواج. اي واحد عنده مشكل، اللي ما عنده مشكل مع مرته عنده مشكل مع باه، اللي ما عنده مشكل مع باه عنده مشكل مع اخوه، اللي ما عنده مشكل مع اخوه عنده مشكل مع الشيف ديالو ولا الصديقه ديالو، ولا راه الدنيا كلشي مشاكل، واش انت باغي تعيشو بلا مشاكل؟ الخوت الا عاود الزواج ما يكونش فيه شويه الصداع راه لانغ فالي يكون القنط، ماشي بحال درك تكونوا مزوجين غير ضحكين 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 ضحكين، يجي شويه لانغ فالي القنط. صح ماشي بحال مين تدابزو واحد ما يهضر مع واحد واحد اليومين ولا واحد يتوحش واحد، وفاش يوليو يعني بحال يلا عاد تزوجوا، بحال اللي عاد كيبغيو بعضياتهم. يعني واني كنهضرك على داك الصدع الخفيف الخوت، ماشي داك الصدع ديال المحاكم والبوليس والتخربيق وزيد وزيد، هذاك عاود حاجة أخرى هذاك حاجة أخرى الخوت، هذاك عالم آخر. الله يديم خلقص هادشي اللي نقولو، وكل واحد يطلب الله يسمح له. صافي انا الا درت شي غلط مع شي واحد نطلب الله يسمح لي وهو يسمح لي، ولا شي واحد دار غلط معايا انا راني مسامح ويطلب الله يسمح له. صافي هادشي اللي كاين، ميا زاقش نشت ما قد نقول والو. والله الخوت دابا كنهضر معاكم ما راني في الطوموبيل، نقول غير نمشي نجيب التصدام ديالي احسن لي. عاش يقول لك الخوت يقول لك يضرب الحديد ما حد سخون، غدا غدا خويا ما تعرفش كاع واش تيوقع. بحال واحد النهار الخوت والله القسم نسيت واحد السبادينه بومه شريتها ب 110 د الاورو زوينه.
نسيت هدف هاد الفيتنس. لما شيف هدف ما كفيت وعيت للترينرين قالت لي صافي يعني لقيناها راه عندنا غدي انا باش نمشي بحال الحمار. قلت صافي مادام هي قالت راه عندنا راه في الامان. مشيت ما لقيتهاش. قالت لي حطيتها في داك الغوم وداوها. يعني شكون اللي داها؟ شكون يدخل داك الغوم؟ غير نتوما، نتوما خمسه بكم، واحد بكم داها. شغادي دير؟ قالت لي انا حطيتها هنايا. شغادي دير؟ تقول لها خلصيها لي. اش قلت لك؟ ضرب الحديد ما حد سخون الخوت. ولا الواحد من الخوت يبغي يتزوج تلقاهم صاحب. شحال لكم صاحبين؟ 7 سنين. يا ودي راه ديك المصاحبه غتجيب لكم غير الهلاك. في التالي ما غادي تتزوجوا، ما غادي تولدوا ولاد. والله انا ما نبغيش الخوت نتصاحب فوق 3 شهور 4 شهور، نبغي نتزوج. نقول لكم الصراحه، كنت راه اللي جات لي وحده على هوايا وعجبتني، ما نبغيش نفوت ديك 3 شهور 4 شهور. صافي واحد اذا كانت بنت الناس الواحد يتزوجها. الزواج الاول ديالي سيمانه، الزواج الثاني ديالي فاش تعرفت عليها يعني تعرفنا في موت الوالد. بقينا كنهضروا في التليفون، داز واحد 3 شهور هبط للمغرب صافي ومشيت خطبتها. يعني ما كانش 3 شهور 4 شهور. والله انا كانت الخطة تكون عندي شي مره غير 4 ايام ديك سميتو. واحد ما كانش كاع عندي العطله، يعني العطله ساليتها. راحوا لي راحوا لي، كنت كنقسمها جوج سيمانات جوج سيمانات جوج سيمانات. داك الشيف ديالي طيبته، والله لا طيبته. قال لي يعني سدي 6 سيمانات وسير عندها وبعدني. انت ديما كتمرضني. شنو بغيت نقول لكم؟ تلفت والله لا تلفت، شحال الضحك. والله والله لا تلفت. شفت الحاجه الزينه الخوت، الحاجه الزينه ديما سبحان الله كتنسى. المهم انا كنت كنمشي بزاف المغرب، يعني ما كنتش نغفل عليها. يعني كنا مخطوبين وكنت كنمشي، وعاود فاش تزوجنا كنت كنمشي. شنو بغيت نقول لكم؟ والله الا نسيت. قلت لكم حاجه زينه ديما الواحد ينساها، حاجه اللي زوينه والضحك كتنساها. بصح تصدم من طول الضر اللي مبغاش يتنسى. تصدم مبغاش يتنسى الخوت. الله الا عجزت خلي حتى الغدا وصافي. شويه الصبر عاود، ما نبقاوش نتقلقوا عاود. الخوت لو كان نمشي توقع شي حاجه في الطريق الله يستر، غادي نقول علاش ما جلستش في الدار. والله علاش ما درتش راي محمد؟ صافي التزام راه في الامان. قال لك فيه 70 الاورو وراقيك البيرمي لاكارت كارت سيجار كلشي كاين. صافي يعني ما بقاش نوسوس راسي. الخوت غادي نختم الفيديو دابا نمشي نعس، حيت غدا خصني نمشي نتريني مع الوحده. نكمل لون كريم الخوت. عندي واحد فيشتيغ زاخر خصني نديرها انا والصديق ديالي زين زين فيشتيغ، خصني نساليها ان شاء الله باش يعني صافي باش نرتاح. هادشي اللي كاين. دابا الخوت غادي نوض، داكشي اللي صرفتو غنخليه غير تما، ماشي نهزو معايا حتى الغدا صافي. ونضن غدا خصني نمشي نتقدا شي حاجة أخرى، خصني نمشي نجيب واحد الحاجة بزاف بزاف بيشتيكا الخوت. نشوف عادي إلا لقيتها، إلا ملقيتهاش صافي يعني نخلي حتى المرة أخرى. حتى ليك خص الدوماندا. صافي هادشي اللي كاين. نوض نمشي للدار احسن ليا خوت. والله البارح والله الا كان الله يستر يا ربي، كنت غادي نموت. لا انا لا ياسين، يعني الخوت من كتبغيو تدخلوا في لوتورو تياكو. كنا جايين بهاد السوق هاد الليل بعدا. علاش نقولك دابا انا كنحادي في التليفون، بغيت ندير واحد الموسيقى كتعجبني. فين رميت عيني هكا الخوت فاش كتلقى لوتوروت منا ولوتوروت منا، وتلقى داك البيطون هكا في الوسط هكا، يعني مشي فوق منهم الخوت. الطونوبيلة كانت غادية ديريكت عند داك البيطون، يعني كان بيني وبينو 5 متر. فين رميت عيني شفتو وانا نقلب البولة هكا. كنا كنجريو تما 100 زعما، لو كان الله يستر
قصته يعني داك الشيء غادي يدخل فيه يعني داك الشيء غادي هذاك الموتور غادي يولي لي الله الله يستر والله القسم. ياسين عاود كان يشوف التليفون ديالو كان كايشاطي مع شي وحده والله الله اعلم. بصح انا ما غاديش نقول لكم غفوت شي ياسين هذاك راه باي فار انا اللي خصني نشوف مادام انا نسوق راه انا اللي خصني نشوف الطرق ماشي هو اللي يشوف مع الطرق والله الخوتي اللي ربي يسلك. من تما وانا جاي 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 وديك الخلعه ما بغيتش نمشي بيها حتى مشيت للدار بقيت نقول ايوا تخيس الله يستر وكان دخلت في داك البيطون اللوطو الخوت غادي تخبز تولي هكا حنايا بعدا والله ما يلقاو ما يجمعوا فينا اقسم لكم يمينا الخوت ما يلقاو ما يجمعوا فينا الى الله يستر خصي يحلوها يطردقوها يردوها كابريولي باش يجبدونا الله يستر شاشة الخوت كل عطلة فيها خير نولي نمشي الناس نمشي نتريني على خاطري مهم البورتموني ديالي راه في الامان ما غاديش نخاف حتى بشي حاجة والسيد كبير ديما كنتقداو عليه حتى لغدا نمشيو ان شاء الله ونجيبوه فتحت الباب الخوت راه ختم الفيديو هنا الله تهلاو لي فراسكم حتى بكرة إن شاء الله حلمش صافي هادشي اللي كان يلاه غادي نخرج اخوتنا غيكون الفيديو حتى غدا ان شاء الله.